وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج واقعنا. دايما بقول لكم ان البرنامج مختلف، كل حلقة فيها بتبقى مختلفة لان الواقع دايما مختلف. حلقة النهاردة بنستضيف فيها الشيف موني. الشيف موني ست مكافحة بدأت من على بيجي على الفيسبوك، حابين نعرف قصتها النهاردة وتطبخ لنا طبخات بسيطة ولذيذة جدا. ازي حضرتك يا شيف؟ اهلا يا شوشو، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا ماما، نورانا بجد. انا والله المبسوطه اني معاكي. عرفينا النهارده هتطبخي لنا ايه؟ هنعمل النهارده شويه سجق خلطه كده بسيطه، بحاجه تكون سريعه على الفطار بتاع رمضان وما تاخدش وقت، وفي نفس الوقت تكون فيها عناصر غذائيه كتير. يعني عرفيني بنفسك الاول. بصي، انا اسمي الشيف موني، ربه بيت، زوجه وام عاديه خالص، وصاحبه بيتجي على الفيسبوك اسمه سوبر موني. بحب بقى المطبخ والاكل، فحبيت ان انا افيد غيري. الموضوع يعني من امتى؟ من فتره كبيره شويه. طب التفاعلات عامله معاكي ايه على الفيسبوك؟ الناس بجد بتشجعك ولا لا؟ الحمد لله، يعني الفيديوهات اللي عندي بتعلى بلاقي فيها تفاعل حلو جدا الحمد لله، ما عنديش حاجات سلبيه تذكر. يعني الناس حابه الموضوع. انا دخلت على البيج يا جماعه، بجد البيج تحفه، هو فعلا الناس متفاعله جدا وحابين الكونتنت نفسه. دلوقتي يا شيف، انت قلت لنا ان انت هتعملي لنا النهارده سجق اسكندراني، ممكن نعرف التريكات الخاصه بيكي؟ حاجات كده بقى بسيطه اللي بتخلي لا نعرفها بقى، نعرفها واحنا شغالين حته تانية. يعني اتفضلي دلوقتي ابدأي وقولي لنا بقى ايه التركات الخاصة بيكي. هنبدأ أول حاجة كده، أول حاجة لازم السجق بتاعي يكون مشوحاه الأول علشان أخرج منه أي دهون زيادة. يعني السجق معروف بيبقى دهونه كتير قوي، فأنا أوريدي مشوحاه يعني من غير زيت أو من غير أي حاجة. بس هناخد بقى لما نبتدي نعمل الخلطة بتاعتنا هنحط شوية من الزيت، الطاسة بقى بتاعتنا سخنة على النار، شوية كده بسيطة من الزيت علشان بس نشغل بيها الخلطة. ننزل بعد كده على الزيت دوت بشوية بصل كده مقطعينه جوانح، نشوح بقى البصل دوت في الزيت ده لحد ايه ما يبتدي معانا لونه يغير شويه. طبعا البصل لازم نديله رشه كده ملح بسيطه، ما نكترش لان احنا بنملح الخلطه بس. حلوة قوي. لان السجق اوريدي بيبقى فيه توابل كتير وشغل كتير، بس هو البوتاجاز معانا ضعيف شويه. يعني يا شيف دلوقتي حضرتك بتقول لنا ان الخلطه الخاصه بيكي هي في سر التشويحه نفسها او التدميس زي ما بنقول. التشويحه بتاعت السجق لازم تبقى مختلفه كده، وبيبقى ليها ريحه ونكهه هي اللي بتشد، هي اللي بتلاقي اللي بياكل كده عارفه بياكل من الريحه قبل ما ياكل من الطبق نفسه. العين بتاكل قبل. لا انا عايزه اقول لك بقى، لا الخلطه كمان بتاعت السجق بتخليكي ريحته بتوديكي بقى في حته ثانيه. وحقيقي احنا من دلوقتي بدانا. لا احنا يا دوبك لسه شويه بصل يعني. بس هو اي اكل لازم بقى تظبطي له خلطته وتوابله علشان تاكلي بقى، انت بتاكلي النفس بتاعك اللي هو بيقولوا عليه دوت، هو بقى بتبقى الخلطه دي، ده النفس بقى، ده هو ده الخلطه دي، دي الخلطه دي. طب انت حد بيساعدك في البيت؟ والله انا عندي بناتي صغيرين بيساعدوا على قد ما يقدروا، بس بيحبوا ان هم لا اكل ماما اكتر. اعملي انت ابن الوز عوام. لا بس والله لسه ما فيش يعني عوامين كتير، يعني عارفه اللي هم بيعتمدوا عليا اكتر. اعملي لنا انت يا ماما، لا حاجه ماما احلى هي. أيوة دي. طيب يعني احنا دلوقتي في رمضان وكل البيوت عندنا محتاجين وجبات سريعه نخلص بيها السفره. يعني انا عندي عزومه، بس انا يعني انت عارفه بقى خنقه رمضان ووقفتنا في المطبخ. ده رمضان ده هو المطبخ. بنقف في المطبخ يعني. كان الله في عون كل ام وكل ست بيت واقفه بجد يعني في المطبخ. وحقيقي انتوا صاينين لنا دلوقتي، حقيقي هي الوجبه دي هي اللي بترطب وبتعدي اليوم معانا. قولي لنا بقى التركات السريعه اللي تخلينا نخلص وجبات بسرعه. ممكن الحاجات ما تبقاش سريعه، تاخد حاجات كتير، شغل كتير. يعني زي ايه؟ نعمل حاجات نواشف اكتر، النواشف بيبقى احلى في المطبخ. احنا بندي هنا بقى للبصل بعد ما تدبل معانا بندي له خلطه كده عاملينها من الثوم والفلفل، بننزل بيها مع الثوم وفلفل بس. ثوم وفلفل بس. بننزل بيها مع البصل، وهي بقى ديت بجد تركايه في السجق بتودي طعمه في حته ثانيه وبتشم ريحه كمان خطيره. طيب يا شيف كنت بتقول لنا النواشف هي اسهل حاجه لينا في رمضان. اسهل واسرع حاجه لان احنا بنبقى يعني قايمين نتاخر وعايزين وقت للصلاه وللذكر والتسبيح والقران، فهنقف في المطبخ بقى نعمل طواجن حاجات كثيره قوي، فما يعني برشحهاش تبقى كثيره في رمضان، يبقى ايام، انما يعني الايام اللي بتبقى فيها وجبات خفيفه وسريعه دي بتخلينا يعني نقعد لل. طب رايك زي ايه الوجبات الخفيفه يعني؟ يعني ممكن سجق زي ده هيبقى سريع وحلو مش هياخد معانا وقت، يعني ده بيتعمل يعني في اخر ساعه قبل المغرب. يعني مكرونه طبعا دي وجبه كل بيت. ده وجبه البيت المصري. كل بيت. بعد ما بنشم ريحه الثوم كده بننزل بقى بخلطه كده من الفلفل الملون والفلفل الاخضر ونقلبها مع السجق.
مع البصل. هنا بقى بندي بقى رشه من الفلفل ورشه من البابريكا. ما بنحطش للسجق توابل كتير لان اوريدي هو كله توابل. طيب حضرتك يعني مثلا السجق نفسه بتجيبيه من حد معين بلدي ولا؟ طبعا طبعا بلدي من جزار انا عارفاه علشان ابقى مطمنه ان نسبه الدسم فيه اقل قدر الامكان، يعني ما يبقاش كتير قوي. المصنعات عامه دلوقتي بجد يا جماعه حاجه غلط جدا، محدش يشتري اي لحوم مصنعه بجد، يعني بقت صعبه جدا، فاحنا لازم نجيب من جزار بلدي احنا عارفينه ومتعودين عليه وبيدينا الحاجه بتاعتنا. بندي بقى بعد كده كام طماطميه متقطعين في الخلطه دي. من دلوقتي بجد يا جماعه بدات الروايح تطلع. لا وما خدتش وقت، يعني هي دي الوجبات السريعه اللي بنتكلم فيها، ممكن نعمل حاجات اسرع من كده بكتير وتبقى داخلها حاجات مغذيه، زي ممكن نعمل بواس محشيه دي سريعه برده وحلوه قوي، تبقى داخلها بروتين وخضار ونشويات كل حاجه. والخلطة دي بقى بصي الألوان بتبقى خطيرة، كل ما الألوان بتكتر معاكي في الأكل كل ما بيبقى الفايدة كل ما الفايدة بتبقى أعلى. في حاجات الأطفال ما بتحبش تاكلها أصلا، يعني لازم تدخلها لهم في الأكل كده ما يحسوش بيها حقيقي. كل لون وليه فايدة خاصة بيه. طب أنت عادة يعني يا شيف كنت بتعملي السجق في البيت بتعملي جنبه إيه بقى؟ في ناس بتعمل بقى رز بسمتي ورز عادي. انا عملت عندي على البيت، عملت رز بالخضار حلو جدا، عملت رز بالحمص المسلوق والخضار كان خطير، ممكن تعمل معاه، ممكن نعمل رز ابيض عادي خالص، رز مصري ابيض عادي خالص، ممكن نعمل مكرونه اللي ما بيحبش الرز. احنا هنا ما بنحطش ميه، بنعتمد على الميه اللي بتنزل من الخضار وبتنزل من الطماطم. هي بتسوي معايا الخضار اللي بتنزل من السجق نفسه. والدهون اللي بتنزل من السجق ديت اساسا احنا كنا بنتخلص منها في الاول. يعني طيب قولي لنا كده وصفه الرز بالحمص. الرز بالحمص بننقع الحمص ونسلقه سلق كامل تسويه كامله خالص، وده بنخلصه قبل ما نبدا الرز، يعني انت بتسلقي الحمص قبل ما تبداي الرز، وبعد كده بنيجي بقى نعمل الرز بتاعنا. بنحط بقى الماده الدهنيه بتاعتنا، تحطي زبده، تحطي شويه زيت، بس هو لازم الرز يبقى زبده وزيت. ماشي. بعد كده بتعيدي بقى تحميص التوابل، تحطي بقى كاري وكركم. انت بتحيقي الرز كمان؟ لا لازم الرز البسمتي بالحمص تحيقيه، تديله بقى التوابل بتاعته، كاري وكركم وحبهان وبابريكا، ممكن يعني اي توابل موجوده عندك بتدي للرز طعم حلو. ماشي. ايوه هو بس مش كده يعني الرز نفسه يبقى فيه توابل والسجق التوابل؟ التوابل ده غير توابل ده، وبعدين انا السجق ما حطيتلوش توابل كتير. لان هو نفسه. هنا بحط السجق اللي انا اصلا مشوحاه، وابتدي بقى اخليه ياخد ويدي مع الخضار ده، ياخد من طعمه كلهم بياخدوا من طعمه. يا جماعه احنا صايمين يا جماعه. كلنا صايمين دلوقتي بجد. الوصفه سهله وسريعه وبسيطه وتقدروا تعملوها بجد وانتوا واقفين شايفين. بعد بقى ما بتسوي اللي هو بيهدي عليه النار شويه لما بحط السجق عشان الخضار ما يتبلش معايا، فبنقله على نار اقل شويه. بعد بقى ما بتحطي التوابل دي تعيدي تحمصها، بتحطي بقى الرز اللي غسلاه ونقعاه، ولما يستوي خلاص وهو بيتشرب بديله بقى الحمص المسلوق. حلو قوي. يعني بيبقى رز عادي بالتوابل؟ رز اصفر عادي خالص، محطوط عليه حمص مسلوق بيتحط في الاخر علشان ما يدوبش. ايه طبخه ايه؟ هي مش مصريه، الرز بالحمص ده مش مصري، يعني شكلها سوري او شامي تقريبا. ممكن اقرب للمغربي برضه، هما بيعملوا رز بالحمص برضه. بيقولوا لي لبناني مش عارف والله، بس انا بقف في المطبخ وزي ما بتيجي معايا. فعلا يعني نكته حلوه قوي، اول مره اسمعها على الفكره. لا بصي طول ما احنا واقفين في المطبخ بنحاول نبتكر حاجات ونطلع حاجات جديده، نخلي المطبخ مختلف، نخلي كل ما بنيجي لاولادنا كده بطبق جديد يحسوا هو نفس الخضار بتاعك اللي انت بتقدميه في كشري، بتقدميه في رز وخضار عادي، لا بتقدميه في شكل مختلف، بتخلي الولاد اللي هي كارهه الخضار دوت لا بتاكله وهي مبسوطه، في حاجه مختلفه وفي طعم مختلف. حتى اضافه الميكس الرز مع الحمص لا بيبقوا مختلفين مع بعض، والقيمه الغذائيه كمان كويسه. طبعا طبعا فوائد جدا. طب يعني انت بتاخدي وصفاتك او بتحاولي تدخلي الاكل جوه بعضه
بسبب اولادك يعني اكله مثلا هما ما بياكلوهاش؟ والله بسبب اولادي واوقات ببقى زهقانه. كل الامهات بتعمل كده. لا بصي، بسبب اولادي واوقات ببقى زهقانه. هما خلاص بناتي بقوا معتمدين ان ماما عامله لنا حاجه واو، ماما بتعمل حلوة حاجات حلوه، ماما شيف يا جماعه، ماما شيف. لا والله دي مش مبالغه، بس حقيقي بناتي بقوا متعودين مني ان هما ماما عامله جديد. يعني حتى بابا مثلا مش عارف، لا ماما بتعمله احلى يا بابا. يعني مفيش حاجات هما مش بيحبوها مثلا؟ يعني اكيد كلنا يا جماعه. لا هو اللي طبعه ما بيحبش الحاجه ده ما يعني ما بيرضاش. يعني عندي بنتي ما بتحبش الولاس، لو عملت لها ايه؟ وانا بموت في الولاس، سامع يا ياسمين؟ بموت في الولاس. فلا بس بضطر بقى ان انا ايه اراضيها واعمل لها اللي هي عايزاه، بحيث ان لازم تاكلي برضه تاخدي من فايدته. فاللي هو ما بيحبش الحاجه ده طبعه وهو ما بيحبوش. يعني في بجد شيفات كتير قوي بيدخلوا فعلا، يعني هما بياخدوا كل اولادهم مش بيحبوه يروحوا عاملينه مثلا في شوربه، ويروحوا مقدمين الشوربه لاولادهم مثلا، ومعلش دي يعني مثلا هما مش بيحبوا الكوسه وبيحبوا الجزر، يقولوا لهم دي شوربه جزر. طبعا 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 طبعا. ما هو اولادنا في الاساس هما اللي بيوجهونا. ولما تتوجهي الاتجاه ده بتلاقي نفسك انت الاختراع حلو، الحاجه الجديده اللي بتعمليها حلوه. انت شغفك كان في الموضوع قوي، وكمان حبيتي ان انت بتقدمي لحد، يعني دول اولادي ما عنديش اغلى منهم. بالظبط بالظبط. انا اصلا يعني اللهم لك الحمد بحب المطبخ، بحب اقف واعمل يعني طبيخ واطبخ واقدم حاجات جديده، وبتبقى سعادتي مش في ده بس، سعادتي بتكمل بقى لما اللي بحبهم بياكلوا الحاجه دي. بقى يعني هم خلاص عجبتهم، ممكن تبقى الطبخه مش عجباني او ما اقتنعتش بيها قوي، كان في تركايه ناقصه عايزه اطلعها، لا هم معجبين بيها، فساعتها خلاص انا بقى ايه، لا خلاص الحمد لله حلوه، بس لا اعيدها بقى تاني بالايه. هو بجد انا متابعه يا جماعه البيت دي كلها، حقيقي بتنزل وصفات تحفه بجد حبيبتي والله. انا جربت منهم وصفه كانت يعني حقيقي بتعملها في 10 دقائق، يعني انت كل اللي انت بتعمله ان انت دخلت المطبخ 10 دقائق خرجت. حبيبتي ودي اهم حاجه بالنسبه لي، شهاده اعتز بيها من اعلاميه جميله زيك والله، وشاطره وممتازه النهارده جدا، وقمر قمر الاعلام كله والله. حقيقي مستنيين منك كمان تنورينا اكتر مره ثانيه. اكيد لازم طبعا، وحقيقي مستنيين وجبات. اصلا خلصنا الوجبه كمان خلصت. بصي يعني هو كده السجق بتاعنا بقى تمام، الخلطه كانت سريعه، والخضار زي ما هو نقدر نقدمه بقى، ما خدش معانا وقت. احنا حاطين البيض بتاعتك دلوقتي على الشاشه، احنا دلوقتي حاطين البيض بتاعتك على الشاشه، هي ظاهره. احنا بنقول لك اننا هنتابع البيض بتاعتك كمان، وكل جمهور قناه الصحه والجمال هيتابع البيض بتاعتك. شرفني حياتي. عايزين يا جماعه بجد ناخد كل الوصفات بتاعتها ونديها ارائنا فيها، لان فعلا فعلا انتوا مش شامين الريحه، انتوا مش وصل لكم الاحساس اللي وصلنا دلوقتي. تسلمي. حقيقي احنا ندمانين اننا يعني في وقت صيام يا جماعه، احنا هنجيبها بعد رمضان وطول اليوم ان شاء الله. اكيد اكيد. خلاص احنا كده خلصنا زي ما قلنا، وجبه سريعه جدا، يعني الافطار رمضاني لغدا هتكون سريعه وجميله، ما خدتش وقت خالص خالص خالص. بجد بقى قيمتها الغذائيه ما اقولكيش، عاليه جدا حقيقي فعلا. استفدت بالبروتين وبالخضار. مش منادي. بصوا يا جماعه بجد يعني يا تكاته يا حركاته يا كل حاجه. قلبي قلبي. بصوا يا جماعه بجد. طيب يا شيف، تحبي تقولي لنا ايه دلوقتي في نهايه الحلقه بتاعتنا نساعد بيه الامهات بجد في المطبخ؟ زي وجبات يعني سريعه، وجبات سريعه، حاجات يجهزوها علشان يطلعوها بسرعه برضو تساعدهم في رمضان. اكيد لازم يكون في وجبات سريعه، يكون في اكل دخله بروتين زي كده. لازم احنا طبعا الوقت دوت عايزين ناكل بروتين كتير، علشان يعني الصحه برضو لازمها بروتين كتير، فممكن ندخل بروتين باقل امكانيات موجوده معانا، نعمل شويه سجق زي كده، خدنا البروتين وخدنا الخضار واستفدنا بكل القيمه الغذائيه. برضو كنت قلت لنا ان انت هتقدمي لنا وجبات اقتصاديه شويه، يعني الاسعار دلوقتي ما بقتش احسن حاجه، فقلت لنا اننا هندخل النهارده مثلا نوعين خضار على نوع لحمه او حاجه ونعمل وجبه. لازم يبقى عندنا افكار اقتصاديه طبعا ندخلها، يعني احنا مثلا ممكن بربع كيلو لحمه مفروم ونبقى خدنا اللحمه اللي سعرها غالي خدناها واستفدنا منها، نعمل بيها صينيه مكرونه بالبشاميل، كوسه بالبشاميل، في ممكن نعمل بطاطس بالبشاميل، بطاطس بيوريه بالبشاميل هتبقى حلوه جدا، طاجن بطاطس محشيه، ويبقى معانا برده ايه ما تكلفناش كتير، هو ربع كيلو لحمه
ما مش مبلغ، مش ما تكلفناش حاجه كتيره، وتبقى اقتصاديه، وقدمنا ده وقدمنا ده وقدمنا ده، بحيث ان احنا نقدر نقدم حاجات اقتصاديه، يبقى كل يوم عندنا على افطار رمضان حاجات اقتصاديه حلوه. احنا مستنيين منك برضو مينيو هينزل على الفيديو بتاعتها، يبقى فيه لكل يوم في رمضان احنا هنعمل اكلات ايه، وايه الوجبات الاقتصاديه اللي بترشحيها لنا كمان يعني. اكيد 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 ممكن نعمل كمان مكرونه بولونيز. هيبقى احنا معانا مداخله دلوقتي من استاذه بكنام. الو، مساء الخير. مساء النور. لو سمحت طبعا برحب بالشيف وبقول لها شكرا على الوصفه السريعه الجميله دي، وبشكرك طبعا حضرتك الاعلاميه المتالقه، بشكركم على الحلقه الجميله دي. شكرا جدا بجد، منورانا. لو عندك اي اسئله. كنت عايزه اعرف طريقه عمل الكبده الاسكندراني. دي جميله جدا وسهله وسريعه. عينيا، حاضر. تمام، ممكن تجاوبين عليها يا شيف. تمام، حاضر. تمام، وممكن حضرتك تقولي اسم البرنامج؟ طبعا استاذه بكنام يا جماعه. شكرا لحضرتك، صديقه البرنامج دلوقتي. الكبده سهله جدا وسريعه. الكبده بتجيبيها من عند الجزار، الكبده ما بتتغسلش، ما بتحطلهاش ميه. غسيل الكبده بيبقى كمون وليمون وثوم وشويه خل، تقلبيها في الخلطه دي، وطبعا بيكون الجزار مقطعها لك، تقلبيها في الخلطه ديت، وبعد كده بقى بتجهزي من نفس الخلطه اللي غسلتيها بيها ديت، مع شويه بقى فلفل شطه لو بنحب الشطه، ما فيش نبقى فلفل رومي، بس هي كبده ليها الفلفل الشطه اكيد. وشطه كتير، ونقلب بقى التوم والفلفل دول تقليبه. طب قولي لنا بقى، احنا كلنا بنحب الكبده اللي من عربيه الكبده، عارفاها الكبده اللي من الشارع دي. كلنا يا جماعه ريحه مميزه، ايوه، 2 جنيه دي. قولي لنا بقى ايه سرها اصلا؟ سرها بيبقى دايما توم كتير وخل وشطه كتير. طب ليه ما تعملوش كده في البيت يعني؟ لا، ما انا بقول لك اهو، بتغسليها في توم وبتسويها في توم. ايوه بجد. هي بيبقى سرها كده توم كتير وخل كتير. يعني ممكن ده اللي بيخلينا كمان نجذب لها ونروح لها كده. لان هي اوريدي بعد ما بتتشوح، بعد ما بيشوحها بيديها خلطه كده من التوم والخل والليمون، بيحطها عليها وهي مستويه. الخلطه دي لما بتنزل على الصاج بتاعه بتدي الريحه القويه اللي بتتفاعل مع الكبده دي. يا جماعه بتجيبنا بجد، يعني بتجيبنا مشاوير يعني. ممكن اروح مشوار عشان اكل كبده من على عربيه كبده. بألف هنا. ربنا يخليكي. طيب في اي اكلات تانية برضو سريعه زي الكبده والسجق والحاجات دي ممكن ترشحيها؟ ممكن نعمل مسقعه بالبشاميل، نبقى خرجنا المسقعه من خارج اطارها خالص، من كونها مسقعه. اكيد لازم تحطي لها بقى خلطه كده من التوم والفلفل، تظبطيها بيها مع رشه الكزبره الناشفه، بتخلي المسقعه ديت في عالم تاني مع في التتبيله بتاعتها. وتاخديها بقى تعملي لها، تضيفي لها بقى على الصاج اللحمه، وتعملي بقى صوص البشاميل، بتخلي المسقعه ما بقتش مسقعه. طب صوص البشاميل نفسه بقى بيكلكع. عشان انا بجد استاذه في كلكحه الصوص ده. سهل جدا جدا جدا. صوص البشاميل ده لازم تحطي له السمنه كويسه، زبده كويس كتير، يعني انت لو هتحطي مثلا معلقتين دقيق لازم ليهم 4 معالق زبده. تمام، يعني هي ليها مقادير. لازم كل الدقيق بتاعك يختفي وانت بتقلبيه في الزبده، ما ينفعش يبقى ظاهر معاكي دقيق، لان اوريدي هيكلكع فيما بعد. ولازم لما تنزلي باللبن تنزلي بيه جزء بجزء علشان الكتل اللي بتتكلمي فيها، لان لو نزلنا باللبن مره واحده وما قلبناش كويس بالويسك خلاص. لازم بقى المضرب في ايدك واللبن حبه حبه، لما يتشربهم تحسي ان هو بي 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 يعني حجمه بيتخن شويه شويه لحد لما بيبقى معاكي صوص البشاميل اللي انت عايزاه. واحنا بنصب اللبن تحصل هنا بقى كارثه بجد. ما هو انت بقى بالمضرب تبقى ايدك سريعه، زي ما بنقول كده بقى، ايد تحط وايد تقلب، ايدك بقى تبقى سريعه بحيث ان انت تفك الكتل كلها مره واحده وانت شغاله، ما تبقاش قوي. طب عندك افكار تانية برضو للمطبخ بتاعنا والتسهيلات برضو شهر رمضان؟ انت عارفه الشهر كله عزايم بجد. العزايم بيبقى لها طعم تاني وبيبقى لها حاجه تانية، يعني هي بقى بنعتذر ساعتها في اليوم دوت لاي حاجه تانية، وبنقفين في المطبخ. ندي بقى طواجن وندي صواني، طواجن اللحمه بالبصل بقى خطيره، يعني في الفرن كده وتكرملي البصل وتحطي اللحمه، طواجن الباميه وحلل المحشي. لا، العزايم ليها افكار كتير حلوه. احنا مستنيين منك كل ده على البيج بتاعتك يا جماعه، كلنا هنخش لها دلوقتي ونطلب منها كل الوصفات بتاعتها، وكمان المينيو بتاع العزومات والمينيو للصوص. اكيد اكيد اكيد، هو اصلا في البيج فيه وصفات كتير جدا، يعني هو كنت منزله حاجات كتير قوي على البيج عندي، فعلا كيكات وحلويات وحاجات بجد كتير قوي هتدلعنا يا جماعه بجد. طيب قولي لنا دلوقتي، احنا عدينا شهر رمضان وعملنا العزومات بتاعتنا وخلصنا، الايام العاديه بتاعتنا انت عارفه يعني اغلب الناس دلوقتي بقت سيدات
معاملات وبجد بجد ما عندناش اي وقت. اه دي حقيقه. وحتى غير العاملات يعني حتى غير العاملات بيبقى بنحتاج ان احنا نجهز للشهر، لان بتبقى في عندنا مسؤوليات تانية في البيت محتاجينها، تربيه اكيد اه طبعا، تعليم وامتحانات وولادي وتمرين، فلازم بنبقى محتاجين حاجات كده نجهزها في البيت، نخليها جاهزه عندنا باستمرار ان هي تبقى جاهزه وموجوده. فلازم كده نيجي اول الشهر نعمل تتبيله بقى شيش طاووق، نحطها كده ونغلفها ونحطها في الفريزر، نكتب عليها بقى بستيكر في ميكسات خاصه بيكي برده في الموضوع ده. اكيد كل حاجة وليها تتبيلتها الخاصة، ودي طبعا بنزلها بتبقى في فيديو خاص بيها بنزلها عندي على البيج. نعمل طبعا تتبيلة البانيه، تتبيلة الستريبس، نعمل عصاج رحمة ونركنه، ده برضو بنقسمه لكل حاجة تلاقيه. أنا عايز أقولك أنا بفرز حتى الفلفل الملون، بجيبه واقطعه وافرزه، بيريحني جدا، باخد الكيس على طول انزل بيه على هي مشاكلنا كلها اصلا بتبقى في الوقت اللي بنقضيه في المطبخ. واغلب الناس يعني بتزهق بسرعه، يعني مش الشيف بيبقى مستمتع بكل وقفته في المطبخ وكل التعب وكل الوقت، يعني هو لو قاعد من الصبح لبالليل بيجهز طبختين عايز ما عندوش مشاكل، احنا بنزهق يعني بنخش. بس عايز اقول لك في التوضيبات الشيف بيحب، يعني في توضيبات كده الشيف برضو بيزهق منها، يعني عندك التقطيع والتشكيل لو انت مجهده شويه او تعبانه لا ما بتقدريش، يعني بتبقي عايزه تلاقي الحاجه جاهزه، ما عندنا برضو ضغوط حياه، فكله بقى بيبقى عايز حاجات متوضبه. نعمل خلطه محشي ونركنها، نكتب عليها دي خلطه للمحشي عشان ما تختلطش معانا بخلطه المكرونه. حلوه قوي خلطات المحشي دي. لازم بنعمل الخلطه ونجهزها ونشيلها. اهم حاجه اي حاجه بتحطها في الفريزر بنكتب عليها ستيكر، دي كذا، دي بتاعه المحشي، دي بتاعه المكرونه، دي بتاعه اي حاجه، يعني اي حاجه. احنا بصي في نهايه حلقتنا النهارده بنحب نشكرك يا شيف بجد منورانا، وحقيقي استمتعنا جدا. انا اللي كنت مبسوطه وحقيقي جداً. مستنيين منك وصفات كتير قوي قوي، لان فعلا يا جماعه الوصفه انتوا شفتوا خلصت في 10 دقائق، يعني لا اسهل من كده ما فيش ان انت تدخل المطبخ وتخلص اكلك وتعزم كمان ناس. بجد اتبسطنا معاكي قوي النهارده ونورتينا، وحلقه بجد مستنيينها تاني تتكرر. اكيد اكيد. انا اللي مبسوطه جدا ان طلعت مع عالميه جميله زيك يا شيماء بجد والله، وانا ما حسيتش خالص باي حاجه رهبه الكاميرا اللي بيقولوا عليها ديت، لا انا كان يعني قاعده في بيتي يا جماعه بجد، هو فعلا بيتنا الحمد لله. بجد نورتونا، شكرا جدا ليكم وبجد نورتونا.